أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل هذا دليل على أن الله جل وعلا أرسل إلى الجن رسول منهم كما أرسل إلى الإنس رسولا منهم؟ الله أعلم. المشهور عند العلماء أن الجن ليس منهم رسل، أن الرسل من البشر ويتبعهم الجن، الجن يتبعون البشر، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الجن والإنس. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجال من أهل القرى من الإنس. نعم.